تاعهم فورا اللي تنطقها، يعني عندهم دي جوار يعني هي جو اكاديميك، يعني عندهم فورماسيون كيما يعني ما يخفاش عليكم، ماهيش سهله باش تلعب تشارك هي رسميه بالتقنيات ومن ناحيه التكتيكيه، يعني عندهم مستوى لاباس به. حنا حاولنا باش نكونوا يعني في المستوى، نظن كنا يعني عرفنا كيفاش نسيروا معظم يعني فترات المباراه، حاولنا باش ما نغلطوش خاصة أمام لاعبين اللي عندهم السرعة وعندهم يعني كانوا سلاقين ما نغلطوش باش هما يستفادوا بهذه الغلطة تاعنا، إلا أنه حنا في الكل يعني نقدروا نقولوا اللي سيرنا أغلبية الوقت يعني كما لازم الحال. لو نلخصوا يعني المباراة بالك في الأخير يعني كما شفتوا تلقى يعني هدف كما هذا، على الأقل يعني نشوفوا المردود تاع الفريقين، على الأقل يعني نستهدفوا ولو نقطة يعني على الأقل. لأن اليوم شفنا اللي مرطوط كذا به، رغم انه بعض اللاعبين تعبوا وهذا الشيء هذا ماهوش سهل، يعني تلعب في درجه حراره يعني كما هذه، تلعب يعني مباريات متتاليه، الفريق الخصم بالك كانت عنده عزيمه واراده لانه يلعب باش ما يسقطش، يعني عنده الهدف تاعو يعني هذا يخليه يعني يمد يعني مجهودات اكثر. احنا من جهتنا نظن اللاعبين الدوش اللي عليهم بالك نقص التركيز في الاخير، وين خلينا اللاعب هذاك يعني ضرب الكره هذيك اللي خلات يعني الهدف يتسجل.